السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد تعزيز القوة البدنية وبناء العضلات أحد أهم أهداف الرياضيين المحترفين، لذلك يلجأ العديد منهم إلى تناول مكملات غذائية مثيل المحتوية على مستخلص جذور الأشواغندا لتحقيق الهدف المنشود. ففي دراسة نشرت بمجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، فإنه بعد تلقي مجموعة من الشباب ل300 ملغرام من خلاصة جذور النبتة مرتين في اليوم طيلة 8 أسابيع، لوحظ لديهم ارتفاعا ملفتا فيما يخص قوة وحجم العضلات، وذلك مقارنة بالمجموعة الشاهدة التي تلقت علاجا وهميا. وتبعا لهذا المعطى، فإن كنت تعمل على تحسين أدائك الرياضي فيمكنك الاستعانة بمكملات الأشواغندا. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومة حول نبتة الكرز الشتوي، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.